في ناس وظيفتها ومهمتها انها تسكب البنزين على النار، من ضمنها عم بخة احد هزازي الرؤوس في عهد مرتضى منصور. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. في ناس تقول لي يا عم ما تردش على الناس دي، يا عم الناس دي مش عارف ايه، ما تردش عليها، احنا هنضيع وقتنا في الرد عليها. والناس دي مؤثره، الناس دي بتظهر على القنوات التلفزيونية، الناس دي مش شغالة يوتيوبر في البيت أو شغالة في مكان غير معلوم، الناس دي بتظهر على شاشة وعلى قناة رسمية ملك للدولة، وبتؤجج الفتن وبتعمل فتن وبتعمل إشعال للنار وبتكب البنزين على النار بشكل مستمر وبشكل يومي. لما عم بخة يطلع ويهيج الشيبي ويقول له روح واعمل، ومش من حق الاتحاد الدولي إن هو يوقفك، ومش من حق اتحاد الكرة ان هو يوقفك، وجمال علام غلطان، واتحاد الكرة بيضغط على الشيبي علشان يقولوا لبيراميدز احنا هنخلص لكم موضوع رمضان صبحي، بس الشيبي يتنازل. وناسين تماما ان في منصة او منظومية او منظومة او سيستم كروي الدنيا كلها اللي مشتركة في الفيفا ماشية عليه، لا لجوء للمحاكم المدنية في امور تخص كرة القدم، حتى لو كانت مشكلة، حتى لو كانت خناقة. وهجيب له واقعة نادي الزمالك كان مشارك فيها. نادي الزمالك كان بيلعب مع ليوبارد الكونغولي، وكان في واحد او لاعب اسمه رودي ناداي. اللاعب ده فقد الحياة داخل الملعب. الشناوي احمد الشناوي كان لاعب في نادي الزمالك، وتدخل تدخل عنيف على اللاعب خلاه ينزل على دماغه، فقد الحياة تماما ومات. هل نادي ليوبارد ده يشتكي نادي الزمالك ويطالب ان احمد الشناوي يتسجن؟ ما تقول لنا يا عم بخ، ياللي فاهم انت في اللوائح وفي القوانين وعامل نفسك فتاي. يسكت لما يسكتش ويكمل يقول لك ايه بقى، هو ان ما فيش غير النادي الاهلي بس اللي بيأجلوا له في الدوري، وبعدين طب ما نعمل دوري للنادي الاهلي لوحده. طب ده الواحد يرد عليه يقول له ايه يا راجل، ده انت حواجبك وقعت من كتر هز الدماغ، جاي تعمل دكر على النادي الاهلي؟ ده كان بيدخل مرتضى بيهزقكم تهزيق السنين، وانت تفضلوا تهزوا كده لغايه لدرجه ان حواجبك دي وقعت على حجرك من كتر هزك لمرتضى، ومع ذلك تطلع تقول نعمل دوري للنادي الاهلي لوحده. يا ابني هو مش النادي الاهلي بيلعب في افريقيا، بيروح كاس عالم للانديه. طيب هو نادي الزمالك مش اجلوا له مبارياته مع يعني على الرغم ان نادي الزمالك بيلعب في فيوتشر، مع فيوتشر في مصر، اجلوا له مبارياته اللي المفروض اصلا بيبقى اللائحه بتقول لك 3 ايام ويلعب في اليوم الرابع. لما يبقى في خارج مصر، دخل مصر يومين وتلعب في اليوم الثالث. على الرغم من كده اجلوا نادي الزمالك مبارياته، وبيقول لك النادي الاهلي اجلوا له مبارياته. وش معنى النادي الاهلي وده اسمه منتخب النادي الاهلي؟ هو في ايه؟ نعمل للنادي الاهلي بقى دوري لوحده ويلعب فيه لوحده وياخده لوحده حاجه؟ بص اوعى تفتكر ان ده وليد الصدفه، ده واحد بيتقال له قول كذا واطلع اعمل كذا، ما بيعملش كده من دماغه. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عم بخة، واوعوا تاخدوا الموضوع بهزار ولا بضحك، الموضوع مش هزار ولا ضحك، الموضوع خلاص بقى زاد وزاد عن حده، والناس دي المفروض يعني تتحاسب، ولا الدولة مبسوطة وعايزاهم وهي اللي مشغلاهم؟ الله اعلم. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عم بخة، وتعالوا لي مرة أخرى عشان نكمل كلام. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مره تشوفوني، اول مره تخشوا قناتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. ما استغناش ده مدام صبحي هو اللي راح الباب. طيب يعني النادي الاهلي فتح الباب على اسماعيل بقى لان هو راجل يتعاقد مع بيراميدز، عقد انتهى مع النادي. دلوقتي هو لا يبحث عن رمضان صبحي، ايه علاقه رمضان صبحي بموضوع شيبي وموضوع ده؟ هرد عليك انا، اتفضل. هو موضوع شيبي وصل فين؟ وصل محكمه. محكمه ماشي، بيبص المحكمه هل يجوز؟ طبعا يجوز. واللي يقول غير كده ده الناس بيدعوا غير ما هو موجود. يا بيه في فرق ما بين كره القدم ان احنا نختلف على قوانين وقوانينيات كره القدم، وبين وقع الضرب واعتداء. وقع الضرب واعتداء وحصل ده في مباراه في كره القدم. حتى لو كان حضرتك جوزك في مطوه وتقول لي اصل الحكم ياخد القرار، ما ينفعش. حضرتك الاتحاد الدولي ما قالش ده. بدليل حضرتك فاكر وقعه الملايات في سويسرا، جوزيف بلاتر واعضاء مجلس اداره الاتحاد الدولي لما النائب العام السويسري المدعي العام السويسري امر بالقبض عليهم ونزلوا الملايات. الله ده مش قضاء عادي؟ محدش يجي. بص
احيانا بيروجوا الاكاذيب يعني الناس بتصدق بعض الناس عشان بيقول مش متحقق. اولا محمد الشيبي تعرض للاذى النفسي والبدني وبدليل انه تعرض للاذى تصالح تصالح مع مين يعني جابوا لقطه طبعا في انا ماليش دعوه باللقطات اللي حضرتك اديتني قدام الناس بدليل ان لاعب النادي الاهلي قدم فيديو اعتذار شحات لا ايوه انا بعتذر لك وبعتذر لوالدتك لا حضرتك الاعتذار بعد وقت الاول لما الراجل لجأ للقضاء واللجوء للقضاء ليس له علاقه بالاتحاد الدولي عشان ما حدش يزايد وان كمان اتحاد كره القدم يحاول يورط نفسه ويحاول الشيبي ده كلام مش صحيح ده في طريقها طريقها ايه على فكره ده ممكن لجنه الضباط نفهم عقد الاتحاد الدولي لو الشيبي لجأ وخد حكم من الدفعه اولا الواقعه مسجله صوت وصوره اعتداء بالضرب وسب الاعتداء بالضرب وسب مكان المحاكم ممكن المحكمه تبرع شحات ما حدش يقدر يتكلم في القضاء المحكمه لا تعقب عليه ولا لا تعقب عليه كما صدر كره القدم يجوز التدخل مع المحاكم ده حضرتك في الامور الفنيه الخاصه بكره القدم لكن في الضرب والاعتداء ملهاش علاقه بكره القدم والاتحاد الدولي ملوش علاقه بالموضوع ده خالص احنا مش عاوزين نروج اكاذيب وندخل حاجات في دماغ شبابنا نقول لهم الاتحاد الدولي قال لا انا ممكن اضربك واخدك في مطوه وما تلجاش الاتحاد الدولي لا الكلام ده كلام بارد ده اللي هم متعاطفين مع الشحات هم اللي روجوا الكلام ده لا حد دولي يقدر يعمل حاجه للشيبي ولا حد يقدر يشطب الشيبي ولا حد يقدر يوقف الشيبي والشيبي يقدر عمل شيبي نفسه لكن انا شفت واقع الضرب على فكره ده الالم اللي خده الشيبي انا حسيته هيتصل التلفزيون ما ينفعش والسباب اللي طلع في وقتها فما ينفعش هذا الكلام الكلام لو بعدين اعتذار الشحات دليل اعتراف بالذنب هو اعترف بذنبه انه اعتدى على لاعب كان مفترض هي كره قدم ايه نشر المحبه والسلام كره القدم هي الروح الرياضيه الرياضه هي روح رياضيه مش حضرتك عشان تضربه بالقلم تسبقه بالقلم على وشه وتسبه بامه وتسب له توجه له سباب وتقول يا سيد رياضه مش لا لان في قضيه متداوله بس الصراحه ما نزلش حاجه ان هو ايضا سابه تقريبا او يا بيه شوف الصوره مش محتاجه ان انا اعد الحروف انا بتكلم على حسين الشحات ان هو قال ان هو في رد فعل او في فعل من شيء لا حضرتك المحكمه تقول ده طب ان ما رد الفعل طب ليه الكاميرا ما سجلتش او ما تسجلش اعتداء الشيبي على الاطلاق ما اعتداش احنا ما شفناه احنا اللي شفناه اعتداء الشحات على محمد الشيبي والموضوع برمته في القضاء وبنحق الشيبي تاني تاكد حق الشيبي يعني اللي يقول على مسؤوليه الاستاذ عبد الشافي من حقه اللي يقول القضاء سيبك من اللي يقول ليس من حق لجنه التظلمات ان توقع عقوبه على الشيبي لازم لجنه انضباط التظلمات دي بعدين ماشي مش من حق حد كوره يوقف الشيبي ولا من حقه يمسك حق زي ما حصل تهديدات للشيبي يا تتنازل على القضيه يا تسخلك عقدك ويوقفك بدل حياه مش هيحصل الناس فاهمه لوائح والشيبي فاهم لوائح والمحامي بتاع الشيبي وما وراء الشيبي فاهمين لوائح كمان اداره بيراميدز فاهمين لوائح الحل هو الموضوع ان القضاء ياخد مجراه لانك انت حضرتك مارست كل الضغوط على محمد الشيبي هددته بالحاله لجنه الانضباط هددته بشطبه من سجلات الاتحاد هددته بطلبه من بيراميدز فسخ عقده وتحيله من ما ينفعش حضرتك بالرياضه الرياضه نشر محبه وسلام فالشحات هل القضاء هيعاقبه الله اعلم تهديد يعني انا عايزين نقول ان هو ايه يعني مارست بعض الايه الضغوط من اجل الحفاظ على حقوق لاعبك وده حق مشروع يعني حق الشيبي دفع نفسه يا شحته اتفضل حق الشيبي دفع عن نفسه ما ينفعش حضرتك تقوم كده على الهواء تديني قلمين وتقول لي انا صلحت معاك ما ينفعش حضرتك حصل اعتداء جسدي واعتداء معنوي شخصه ايه شيبي قدام والدته وقدام اهله وهو بيتسبله اذا القضيه امام القضاء ولا تعقيب على احكام القضاء ولكن اللي بقوله اتحاد كره القدم ليس له علاقه وقوانين كره القدم في واقعه السب والضرب لا تنطبق على هذه الواقعه وفي نماذج كتير حصلت في اوروبا كتير جدا حصلت في اوروبا انه لاعب تم الاعتداء عليه ولجا للقضاء وخد حكم قضائي واسماء كتير انا من لا اتذكرها الان فما حدش يروج الحاجات مش حقيقيه مش عارف ان ده في فعل لا انت في هذه القضيه ان ما رد الفعل طب ليه الكاميرا ما سجلتش او ما تسجلش اعتداء الشيبي على الاطلاق ما اعتداش مش عارف ان دور اتحاد الكره المصري كان ممكن يتدخل في هذه القضيه ويخلصها من قبل حتى ما يلجأ الشيبي للقضاء والله المعلومات مسربه ان اتحاد الكره تدخل قال للشيبي انك انت ما يعني ما ترفعش قضيه واسحب القضيه ولا احنا نشطبك ده اللي المعلومات اتسربت لكن وكمان قرر لا تحقيقات لجنه انضباط ده تهديد يعني دي كل القضاء المصري يعني الكلام ده على مسؤوليه حضرتك يا سيدي انا ده كله مشهور كل الجرايد في حاله الشيب اللي لجنه انضباط ليه لجنه انضباط عشان ما اضربش كويس كان لازم يضرب كويس يعني ياخد اجراءات قصار مثلا المفروض ده طب الصحفي ايوه ده المفروض ده شحت لكن انا بقول لك احد لجنه انضباط لان الشيب ما اضربش كويس كان يجب ان ينضرب باتقان بدل ما خد قلم ياخد اثنين بدل ما خد قلمين ياخد ثلاثه لا يعني المساله فيها فزوره ولا تصلح واحنا بنربي اولادنا على القيم والاخلاق ونربي اولادنا على طبعا الحب والسلام لكن ما توصلش في ملعب كره القدم ان حد يعتدي على حد بالطريقه دي ما ينفعش خاصه لما يكون لاعب نادي كبير اسمه النادي الاهلي ما ينفعش ده لان النادي الاهلي جماهيره بالملايين
ده ما ينفعش لاعب يطلع التصرف ده حتى لو وصل لدرجه انفعال المنع. اجيب لك حد حبيب المنع على الهاتف. مع انا عايز حد يطلع الاستاذ احمد دياب، الاستاذ جمال علام، حد يطلع يقدم لي حلول لازمه الدوري المصري اللي مش الدور الاول ما انتهاش حتى الان. خليني اقول لك ان كمان يعني في قرارات بتتاخد ما بين الاعضاء وبعضها، والثاني لا يعرف علشان المدير الفني طبعا الاتحاد الكره المصري الكابتن علاء كبير تم الغاء مصادقه 2000 هو طلع رد عليهم على فكره، رد قال انا لو اعرف شواف ولو اقتنعت اقول ازاي في القرار ده يتاخد وعلى التزوير في اعمار اللاعبين. هل هذا الموضوع طلع رد وقال لي يا شباب ده معناه ان في فوضى في الاداره، فوضى إدارية، في عشوائية في الإدارة، مفيش خطط أنت ماشي عليها، مفيش برنامج أنت حاطه، والبرنامج ده الأجندة ملتزم بيه كل الناس، ماليش دعوة أصل أنا النادي الأهلي لازم أجله ماتشاته علشان أفريقيا، أنا ضم ريال مدريد بيلعب في أفريقيا، ما الأندية كل الأندية ما بلاش الترجي التونسي. بيقول لك ريال مدريد بيلعب في أفريقيا، اسمع كده. ده معناه إن في فوضى في الإدارة. فوضى إدارية، في عشوائية في الإدارة، مفيش خطط أنت ماشي عليها، مفيش برنامج أنت حاطه، والبرنامج ده الأجندة ملتزم بيه كل الناس، ماليش دعوة أصل أنا النادي الأهلي لازم أجله ماتشاته علشان أفريقيا، أنا ضم ريال مدريد بيلعب في أفريقيا. ما الأندية كل الأندية ما بلاش الترجي التونسي. الأهلي برضه مش بطولة يعني. يعني مش بعترض على ده بس ثبات المسابقة. اديله المساحة عشان يقدر يكسب. لا خلاص يا أخي يعمل يلغوا الدوري ويعملوا دوري الأهلي خاص بيه. يعملوا دوري الأهلي خاص بيه، إحنا محتاجين كرة مصرية. ماشي يعني شيء جميل ورائع إن النادي الأهلي بطل أفريقيا. وبيفرح الجماهير ويحصل على لقب افريقيا. طب الكره المصريه فين؟ هل هو المنتخب هيبقى اسم منتخب الاهلي ولا المنتخب اسم منتخب مصر؟ يعني بتختار الافضل من كل 18 نادي ومن تحت الدوري المحترفين اللي هي دوري الدرجه الثانيه تختار منه الافضل. هو بقول لك الراجل كروش جاب مرموش شافه مره ما كانش حد عارف اسمه مختار صراحه فعارف يدير. قدم لنا الكره الحلوه، قدم لنا حاجات كتير. لو استمر كان زمان دلوقتي هيغير في شكل المسابقه، هيطلب مواعيد ثابته لبطوله الدوري، هيطلب مواعيد ثابته ربطها بالاجندات الدوليه والاجندات الافريقيه. انما انت يبدو ان ما عندناش اجنده يا عم، يقولوا لي وانا اجيب لهم اجندات من الاهرام يكتبوا فيها. ما ينفعش تعقيبك على احمد فتوح الظهير الايسر من الزمالك واحسن ظهير ايسر حاليا في الدوري المصري عدم اختياره لمنتخب مصر ده من علامه الاستفهام. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. سمعنا بخه والاسلوب الرخيص اللي بيتكلم بيه واشعال الفتنه. طب ده لاعب مغربي وده لاعب مصري. على فكرة الراجل اللي اتضرب عشان هو غلط، مش اتضرب علشان حسين الشحات عايز يضربه. طول المباراة لعيب النادي الاهلي تروح لمحمود فتح الله لما كان مدير الكرة في نادي بيراميدز يقول له يا كابتن الواد قليل الادب ده عمال يشتم ويقل ادبه على امهاتنا وزوجاتنا باسلوب رخيص واسلوب متدني، الكلام ده ما ينفعش. يقول لهم معلش حقكم عليا، معلش عشان خاطري. رامي ربيعة راح له مرة ولاعيبه ومين تاني والشحات راح له وقفشه راح له، في لعيبه راحت له، راحت لمحمود فتح الله اللي هو مدير الكوره وقال له معلش عشان خاطر. اذا اللاعب اخطا، ما فيش واحد بيتضرب من غير سبب. الضرب غلط، لكن هو اتضرب ليه؟ مش اكيد في حاجه حصلت خليته يتضرب. طول المباراه بيشتم وبيقل ادبه، ومع ذلك انا جبت لك واقعه، والواقعه دي محدش بيجيب سيرتها خالص في الاعلام الرياضي. واقعة اللاعب بتاع ليوبارد رودي ناداي، اللاعب اللي فقد حياته على ايد احمد الشناوي ونادي الزمالك كان بيلعب معاه، ونادي الزمالك كان بيلعب في بترو سبورت، والنتيجة كانت 2-0 لنادي الزمالك. هل اللاعب ده او اسرته او ناديه يشتكي نادي الزمالك ويشتكي احمد الشناوي ان هو تسبب في ان اللاعب يفقد حياته؟ قبل كده ميسي ضرب لاعب بالقلم على وشه، ما راحش اشتكاه ولا قال له انت بتعمل ايه؟ الضرب غلط واحنا ضده، ولكن عقب من النادي الاهلي ب 500,000 جنيه، عقب من اتحاد الكوره بناء على اللائحه بايقاف مباراتين وتغريمه 100,000 جنيه. انت عايز ايه يعني؟ بتسكب البنزين على النار؟ الناس دي مش بتطلع منها لنفسها، الناس دي في سكريبت رايح لها قولوا كذا، اعملوا كذا. انا عمري ما شفت دوله تحارب نادي ناجح. يا دولة، ده النادي الاهلي هو اللي بيدخل الدولارات لمصر، انتوا مساندتكم للزمالك بتخلي الدولارات اللي في مصر بتطلع بره. تسديد ديون ليه؟ اتحاد كرة، عفوا الاتحاد الدولي للكرة، للعيبة بيشتكي النادي، لمدربين مشتكي النادي، وفي الاخر تيجوا على الناجح عشان خطر الفاشل، عشان خطر النانوس. انا عمري ما شفت كده. هو عشان مسؤول زملكاوي يبقى لازم الدولة كلها تبقى زملكاوية؟ اما مش بالعافية، عمر الفاشل ما هتخلوه ناجح بالعافية. لما يطلع
احد هزاز الديون الحواجب وقعت من كتر الهز، ويتكلم بالاسلوب ده على النادي الاهلي ويعمل فتنه ويعمل مشكله. هل اتكلم على البعبوع اللي اخده زيزو من دونجا؟ ما سمعناكش يعني وانت بتتكلم على البعبوع اللي كان فضيحه قدام الشاشه. هل حد سمع الاخ بخه بيتكلم عليه؟ لا. اتكلمت يا بخه على الحركه اللي عملها شيكا زباله؟ اتكلمت عليها؟ لا ما اتكلمتش. طيب ما بتكلم ليه على الشيبي؟ اتكلم ليه على النادي الاهلي؟ هل الموضوع ده يخص الزمالك في شيء؟ عشان اقول لكم ده سكريبت ومتوزع، ومحدش يقول لي يا عم ما تجيبش مش عارف يا عم ما تجيبش. ما هو الناس دي لو ما اتجابتش وترد عليها الكلام بتاعها يبقى حقيقه مسلم بيها. الناس دي مزقوقه على النادي الاهلي، وقصدهم ان هم يوقعوا النادي الاهلي ويشغلوا النادي الاهلي بمشاكل خارجيه بعيدا عن الكوره. ما هو مش عارف يفوز كوره فيفوز بره، يفوز على النادي الاهلي في ساحات المحاكم وفي ساحات القضاء. اما بخصوص تاجيلات الدوري، بص الزمالك لعب كام مباراه والنادي الاهلي لعب كام مباراه بس، وما تفتحش بقك خالص خالص. شوف النادي الاهلي بيتاجل له كام مباراه ونادي الزمالك بيتاجل له كام مباراه، على الرغم ان نادي الزمالك بيلعب كل المباريات على ارضه في مصر مع ابو سليم وام سليم وام عجوه وام خيشه وام عنبه، وعاملين نفسهم بيلعبوا في كاس عالم للانديه وهم في دوره رمضانيه. بس ماشي، ما دام الدوله مبسوطه وفرحانه بالناس اللي بتطلع على الشاشه دي يبقى تمام. لكن احنا وظيفتنا ان احنا نلقي الضوء على الناس اللي بتعمل فتنه والناس اللي مش ناويه تجيبها لبره. بتاع الفيديو بتاعنا اسف جدا للاطاله، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.